الواد فقري ليه بس كده صاحبه؟ هو مش هيزعل منه طبعا. لا مش حبيبنا صديقنا. احنا قلنا له قلت له قلنا له بعتنا له قلت له انت مشيت مننا ودينا فتح. هو نفسه قال لك انا بس معاكم انا ما بحبش التمثيل انا عايز معاكم خلاص يعني يعني مبسوط هو طبيب بيطري وناجح في امريكا دلوقتي. سلام يا صاحبي من الاعمال اللي جمعت بينكم انتوا الاثنين وكان فيها تيمة جادة الى حد تيمة الصعود. ايوه وما اتعملتش بشكل كوميدي يعني كان فيها انسانيه اكتر عن العلاقه بين الصديقين والصداقه دي ممكن يعني تتمزق بسهوله وتجمع بين شخصين بسهوله. هل في الصداقه الحقيقيه في الحياه بينكم او الزماله من البدايات هل دي انعكست في الفيلم؟ شفنا الصداقه دي موجوده في الشخصيات اللي في الفيلم؟ صح مظبوط مظبوط. تفرق لو انا عملت صح صديق تفرق. عادل عن حد تاني صاحبي فعلا الناس حاسه بالصداقه الناس حاسه بالصداقه اللي بينا. لازم الممثل يحب الممثل اللي قصاده لازم يعشقه عشق التيم ورك. انا عايزه اسال حضرتك في التمثيل في الحكايه دي ان ممكن يكون ممثل هينفع في الدور كويس قوي بس انت بتحبوش والعلاقة الإنسانية بينك وبينه فيها فتور أو فيها عدم جاذبية أو في عارف الكيمياء مش موجودة أو ممثلة لا نجاح مسرح عادي إمام أنا أو نجاح مسرح أي مسرح أنا أجيبه تجيب اللي ما بتحبوش أو اللي ما بتحبهاش بدم هو ملائم للدور أكتر من اللي أنا بحبه وساعة هو هيفيد الدور أكتر وساعة التمثيل هتحبها أو تحبه أبقى بعبده في ساعة التمثيل ومش بيبقى حب بيبقى كل واحد بيعمل دوره مظبوط ايوه بره بقى احنا مختلفين ده حاجه ثانيه انما في النهايه لابد ان يكون تيم ورك طبعا. ما هو اللي انت بتشتغل معاه ده اولا كاست في الكاست انكاست وتاني حاجه انه لازم تبقى تحبه لان الحب بيعمل معجزات. احنا لما اخش المسرح خصوصا المسرح بقى مش السينما لازم يكون تيم بقى المسرح لازم تيم لازم نقعد مع بعض في المسرح خصوصا في الروايات اللي بتعمل وقت طويل بنقعد كتير يعني مع بعض بنقضي وقت كتير في المسرح ايوه كانكم اسره يعني علاقه اسريه فما كانتش الكواليس كويسه والمسرح كويس ما ينفعش ويبان بقى بتشاف الناس بتشاف الناس دي بتحب بعض ولا لا يبان بيبان طبعا